الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. فالضرورة إلى الرسل أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إيلامه. فالرسالة ضرورية للعباد لا بد منها، وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء. والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا فقد الروح والحياة والنور؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة. وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من الأموات. قال تعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا. فهذا وصف المؤمن، كان ميتًا في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان، وجعل له نورًا يمشي به بين الناس. والكافر فميت القلب في الظلمات. وسمى الله تعالى رسالته روحا، والروح إذا عدم فقد فقدت الحياة. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فذكر هنا الأصلين وهما الروح والنور، فالروح الحياة والنور النور. والرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده، فكما أنه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة، فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة. فإن الإنسان مضطر إلى الشرع، فإنه بين حركتين: حركة يجلب بها ما ينفعه، وحركة يدفع بها ما يضره. والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره. والشرع نور الله في أرضه، وعدله بين عباده، وحصنه الذي من دخله كان آمنا. ولا بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسل موجودة فيهم. فإذا درست آثار الرسل من الأرض ومحت بالكلية، خرب الله العالم العلوي والسفلي وأقام القيامة. وليست حاجة أهل الأرض إلى الرسل كحاجتهم إلى الشمس والقمر والرياح والمطر،
ولا كحاجة الإنسان إلى حياته، ولا كحاجة العين إلى ضوئها، والجسم إلى الطعام والشراب، بل أعظم من ذلك وأشد حاجة من كل ما يقدر ويخطر بالبال، فالرسل وسائط بين الله وبين خلقه في أمره ونهيه، وهم السفراء بينه وبين عباده، وكان خاتمهم وسيدهم وأكرمهم على ربه محمد بن عبد الله يقول: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وهذا المقت كان لعدم هدايتهم بالرسل، فرفع الله عنهم هذا المقت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثه رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على الخلائق أجمعين، وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بأداء حقوقه، وسد إليه تعالى جميع الطرق، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. وأخذ تعالى العهود والمواثيق على جميع الأنبياء والمرسلين، وأمرهم أن يأخذوها على من اتبعهم من المؤمنين. أرسله الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وفتح برسالته أعيناً عميا وآذاناً صما وقلوباً غلفا، فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت بها القلوب بعد شتاتها، فأقام به الملة العوجاء، وأوضح به المحجة البيضاء، وشرح له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره صلى الله وسلم وبارك عليه. أرسله على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب، حين حرف الكلم وبدلت الشرائع، واستند كل قوم إلى أظلم آرائهم، وحكموا على الله وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم، فهدى الله به الخلائق، وأوضح به الطرائق، وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وجعله قسيم الجنة والنار، وفرق ما بين الأبرار والفجار، وجعل الهدى والفلاح في اتباعه وموافقته، والضلال والشقاء في معصيته ومخالفته. وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالرسل هم المربون للمؤمنين، الذين ما نال المؤمنون مثقال ذرة من الخير، ولا اندفع عنهم مثقال ذرة من الشر، إلا على أيديهم عليهم السلام وبسببهم. فقبيح بالمؤمن أن يجهل حالة مربيه ومزكيه ومعلمه. وإذا كان من المستنكر جهل الإنسان بحال أبويه ومباعدته لذلك، فكيف بحالة الرسول الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو أبوهم الحقيقي،
الذي حقه مقدم على سائر الحقوق بعد حق الله جل وعلا. ومن سبر أحوال الأنبياء عليهم السلام عرف أن الرحمة وصف مشترك بينهم عليهم السلام، ووجد الرحمة من أخص أوصاف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي كانت تغلب غضبه، وله منها أي من الرحمة الحظ الأوفى والنصيب الأتم، فإن الله أرسله لذلك وفي ذلك، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولقد تواترت النصوص من سيرته وسنته بما كان عليه من الرحمة والشفقة والذي جاء عنه من الأمر بها والحث على امتثالها شيء كثير يعسر حصره واستقصاؤه، ولذلك اجتمعت عليه القلوب والأبدان. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقد شهد له صلى الله عليه وسلم علماء أهل الكتاب بأنه رحمة للعالمين. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في صباه، في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. قال: فهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة، إلى آخر الحديث الذي أخرجه الترمذي والبزار والبيهقي وحسنه الترمذي وصححه الحاكم والألباني. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم أن الرحمة للخلق سبب لرحمة الله الخالق العظيم للعبد الرحيم. عن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبصر الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن بن علي، فقال: إن لي من الولد 10 ما قبلت أحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأشار بإصبعيه يعني السبابة والوسطى. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. كل هذه النصوص القولية والفعلية تدل على استقرار الرحمة في نفسه صلى الله عليه وسلم،
حتى كانت ديدنه في الوعظ والتذكير، ولكمال رحمته ولينه ورفقه اجتمعت عليه قلوب الناس والتفت حوله أبدانهم، وقد كان يحتمل من أذى الناس الشيء العظيم، ومع ذلك لا ينتقم بل ولا يضجر، فرحمته تسبق غضبه صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض بقفاي من ورائه، قال: فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قلت: نعم أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء تركته هل لا فعلت كذا وكذا. رواه مسلم. وفي رواية: فما أمرني بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته فلامني أحد من أهل بيته إلا قال: دعوه، فلو قدر أو قضي أن يكون كان. ومن صور رحمته صلى الله عليه وسلم تواضعه للعبيد والضعفاء. عن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء، فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. رواه مسلم. وقد بلغت رحمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مبلغا عجيبا في الكمال والسعة، حيث شملت تلك الرحمة كل الناس، الضعيف منهم والقوي، السيد منهم والعبد، القريب منهم والبعيد، الصاحب منهم والعدو، بل امتدت تلك الرحمة لتشمل الجن والبهائم. والأعجب من ذلك كله أنها شملت جذع الشجرة الذي كان صلى الله عليه وسلم يخطب إليه الجمعة، حيث نزل من على المنبر يهدهد الجذع ويضمه إليه حتى سكت عن الأنين، وكان أنينه حنينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا غرابة في ذلك، فالذي أوجد في قلبه كل تلك الرحمات هو الله الخالق البارئ الرحمن الرحيم. يصدق ذلك قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. ومن ذلك رحمته صلى الله عليه وسلم بالأطفال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من لا يرحم لا يرحم، في سياق الرد على من لا يقبل أولاده. ولم تقتصر مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم على الحث على تقبيل الأولاد والأبناء وعموم الرحمة بهم، بل تعدى الأمر إلى مداعبتهم وإدخال السرور عليهم وحملهم إذا تطلب الأمر ولو في الصلاة. فعن أنس رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير. متفق عليه. وروى أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وآله وسلم رحمته بالخدم. عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك فقال: إنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه. قال: فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. متفق عليه. ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد في الليلة الثالثة، فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال منهم يقولون: الصلاة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: أما بعد، فإني لم يخف عني شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، فلما صلوا بصلاته خشي أن تفرض عليهم صلاة الليل فيعجزوا عنها، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم روى أحمد بسند صحيح عن عائشة عنه صلى الله عليه وسلم قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم بأسير فلهوت عنه، أي عن الأسير، فذهب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل الأسير؟ قالت: لهوت عنه مع النسوة فخرج. فقال: ما لك؟ قطع الله يدك أو يديك. فخرج فآذن الناس وأعلمهم بالأسير فطلبوه فجاءوا به، فدخل علي تقول عائشة وأنا أقلب يديه، فقال: ما لك؟ أجننت؟ قلت: دعوت عليه فأنا أقلب يديه، أنظر أيهما يقطعان. فحمد الله وأثنى عليه ورفع يديه مدا وقال: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما مؤمن أو مؤمنة دعوت عليه فاجعله له زكاة وطهورا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه بعض مظاهر رحمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما وراء ذلك لا يحصيه محصن ولا يعده عاد. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن شفقة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أمته، ومن رحمته بها بالتخفيف، ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرميه. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وفي الصحيحين عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليوجز، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. ومن ذلك مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج في عدد الصلوات المكتوبة حتى صارت 55 في اليوم والليلة، رحمة بأمته صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على رحمة من لا راعي له من الأرامل والمساكين، فيقول صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. رواه البخاري. ومن رحمته مراعاته لأحوال المصلين والمقتدين به. عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، وهو في الصلاة. فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واثق لأمياه، ما شأنكم تنظرون إليه؟ كل ذلك وهم في الصلاة. قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فعرفت أنهم يصمتونني. فلما رأيتهم يسكتوني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما ضربني ولا كهرني ولا سبني، ثم قال: إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. كان نبينا صلى الله عليه وسلم رحيما بالشباب، يأخذ بأيديهم ويرشدهم إلى الحق. فحينما أتى شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إئذن لي بالزنا. فقربه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وحاوره قائلا له: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم؟ قال: أفتحبه لابنتك؟
قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم، أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك يا رسول الله. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم، أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه ودعا له قائلا: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن الفتى بعد ذلك يلتفت إلى شيء. أخرجه أحمد والطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح، بل تجاوز ذلك إلى رحمته صلى الله عليه وسلم بأعدائه وحرصه على هدايتهم. فعن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. بل تجاوزت رحمته صلى الله عليه وسلم بني آدم إلى البهائم، فكان يوصي بالبهائم خيرا، ويحذر من ظلمها بأبلغ أنواع الترهيب، فيقول صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فدخلت فيها النار. قال: فقال: لا أنت أطعمتها وسقيتها حين حبستها، ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض، أي من هوامها وحشراتها. أخرجه البخاري. ومن عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم معرفة حقيقية أحبه لا محالة، لو عرفوه لأحبوه، وإنما يعادون غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يعادون صورة ذهنية مغلوطة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ليست الصورة التي في أذهانهم، وليس الشخص الذي يحاربونه برسول الله، وإنما شوهت الصورة في أعينهم، وعرض الشخص عليهم على غير ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكرهوا ما صنعوه، ومقتوا ما اتفكوه. وأما رسول الله فلو عرفوه لأحبوه. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.